السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم نكملوا الدرس تاعنا في الكروشي، كيفاش نخدموا دائره سحريه نستعملوها بزاف صوالح. بسم الله، كما قلت لكم البنات اللي اول مره راح تتعلم الكروشي تبدا بالخيط تاع الصوف باش يجيها سهل، سواء كوتون بيرلي يكون خشين باش هكا ما تجيهاش خدمه صعيبه. بسم الله، نوريكم بصوا باش تشوفوا الخدمه كيفاش. نحكموا دو سباتينا هكا، انا نخلو حق 5 سنتيمتر كما راكم تشوفوا. الدوره الاولى، الدوره الثانيه ما نزيروش مليحه، الدوره الثانيه، الدوره الثالثه، الثالثه نبعدوها شويه هكا، نحكموها هكا، نحكموا الكروشي تاعنا، نحلوها هكا، نجبدوها بالراس، نحكمو التالت، هوب، ونجبدوها، نطلقو صبعتينا من الخيط، نجبدو هذا لهنا، الخيط طويل، نحكمو الخيط الطويل تاعنا هكا، نطورو الخيط تاعنا، ونعقدو. نعاود لكم مره باش تفهموني مليح، نحكمو دو صبعتينا، نطلقو 5 سنتيمتر، الدوره الاولى، الثانيه، الثالثه نبعدوها شويه هكا، نحكموها هكا، نحكمو الكروشي فوالا، ونسحب، ونطلق صبعتيا. هذا يجي منا، نحكمو الخيط الطويل ونعقد. هالا ندير الغزة الاولى، بسم الله، ندورو نسيو نحكمو بصبعتينا، نعاونو روحنا هكا بصبعتينا باش تجينا خدمة ماهي مرخية ماهي مزيرة. ندور الخيط تاعي، هادي الغزة الاولى، هادي التانية، هذه الثالثة، هذه الرابعة. نخدمو 6 غرزات كما راكم تشوفوا هنا. واش نديرو؟ الخيط هذا لو طويل نسي نجبدو، نحكم هذا هكا ونسي نجبد. فوالا أني كونت دائرة. أيوة، وقعدنا نطلقهم لتحت، الغرزة الأولانية ندخل ليكوي تاعي كما راكم تشوفوا، زيرت الخدمة، سي بوسون نقولكم متزيروش الخدمة، ندخلوها هكا، ندورو لوفل تاعنا هكا، جبتوها كامل. هنا خدمنا غرزة منزلقة، وهاي وينا دائرة سحرية تاعنا كم تشوفوا البنات. هنا نبداو نطلعو، نطلع ولادنا اللي بغيت كيما درنا المرة اللي فاتت، نطلع زوج عوينات، ندور خيط تاعي، نشقها بالغرزة الأولانية ونجبد كيما راكم تشوفوا. فوالا نكمل الخدمة تاعي نورمال. نروح دركا الطريقة التانية، الطريقة التانية، أنا هاد الطريقة اللي تعجبني بزاف وسهلة. نور الخيط تاعنا على صبع واحد مرة، نشكلو حرف إكس كيما راكم تشوفو، نحكم الكروشي تاعي، ندخل الكروشي تاعي كيما راكم تشوفوا هاك، ونجبد، نطلق الفيل تاعي من صبعي، وندور الكروشي تاعي ونعقد. راح ندير 6 غرز ماي سيري
وزت وحش وحده مزبوط ثلاثه اربعه خمسه المره اللي فاتت تعلمنا غرزة الحش بوان ماي سيري هذا هو دونك كي درنا ستة واش نديرو هاد الخيط صغير راكم تشوفو فيه نطلق هكا نسيي نجبد فوالا شوفو واش تحصلت انا تعجبني هالطريقة سهلة هاي شوفو كيش خرجت دوكا واش نديرو مايكولي غزة منزلقة تعلمناها المرة اللي فاتت ندخلوها هكا في العينة الأولى نلوي الخيط تاعي نجبد ونجبد فوالا هذه طريقة سهلة ان شاء الله تكونوا فهمتوها البنات هادي دوكا نفوتو الطريقه الثالثه كنديرو الطريقه الثالثه هي سهله ثاني فيها بسم الله ندور الخيط تاعي هكا نثبت من الخيط الطويل نسحب ونعمل عقده كما راكم تشوفوا وهنا عقده تكون شي كبيره محلوله ما تكونش مزيره ندير الغرزه الاولانيه غرزة سلسلة كما تعلمناها في الدرس السابق اثنين ثلاثة أربعة نرجع قولي قوي تاعنا خشي تاعنا في العين الأولانية ونسحب الخيط تاعي هذه غرزة الأولى وفي نفس العينة نزيدو غرزة ثانية في نفس العينة غرزة ثالثة رابعة خامسة سادسة فوالا دوكا واش ندير نروح للغرزة الأولانية ندير مايكولي غرزة منزلقة كما راكم تشوفوا ونجبد نتحصلوا وهنا نجبد الخيط تاعي هكا نتحصلوا على دائرة سحرية تاعي فوالا نكملوا العمل تاعنا كي تكون عندنا نابون نكملوا العمل تاعنا نورمال واني وصلت لكم ثلاثة طرق من غرزة دائرة سحرية وانتم خيروا اللي تعجبكم خدموها وكتبوا لي في التعليقات واش من الغرزة اللي جاتكم سهلة يا الاولى يا ثانية يا ثالثة وقولوا لي واش راكم باغيين نخدموا مع بعضنا